أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. أجواء مستقرة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، والهواء الكوس راح يرجع مرة ثانية ابتداء من يوم الجمعة. عبور السحب راح يستمر ويانا بين الحين والآخر. أجواءنا مستقرة معتدلة خلال النهار، أجواء خريفية، البرودة تكون ملحوظة خلال فترة المساء والبرودة ملحوظة أكثر وأكثر خلال الفترات المتأخرة من الليل والفجر. حاليا أجواءنا عبور لبعض السحب بين الحين والآخر، راح يستمر ويانا هذا العبور طبعا اليوم وباكر. رياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة حاليا 10 كيلومتر في الساعة كحد أقصى، طبعا ستصل في سرعتها إلى 28 كيلومتر في الساعة. الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة من 8 ل 28 كيلومتر في الساعة اليوم وباكر، والبحر أيضا خفيف إلى معتدل راح يكون من 1 إلى 3 قدم. درجة الحرارة حاليا 16 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 80%، الرؤية الأفقية متراجعة بعض الشيء على بعض المناطق لأن في فرص لتشكل الضباب الخفيف مع ارتفاع نسب الرطوبة، لكن أجواءنا مستقرة بوجه عام. عبور السحب راح يستمر ويانا اليوم وباكر بإذن الله، تقل طبعا عبور السحب بين الحين والآخر خاصة خلال يوم الخميس، لكن يرجع عبورها مجددا خلال الأيام القادمة. امتداد تأثير مرتفع جوي موجود ويانا وهو اللي متسبب بالاستقرار اللي موجود ويانا واللي من المتوقع أيضا يستمر لعدة أيام. الساعات القليلة المقبلة بإذن الله الرياح الشمالية الغربية راح تستمر ويانا خفيفة إلى معتدلة، شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر. درجات الحرارة باردة تتراوح ما بين 11 إلى 15 درجة مئوية في أغلب المناطق. عبور السحب على بعض المناطق راح يكون موجود ويانا حتى ساعات الصباح الأولى. الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة، شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات حرارة تتراوح ما بين 12 تقريبا إلى 15 درجة مئوية، باستثناء السواحل راح تكون فيها شوية الأجواء أدفى، تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، وفي الجزر تكون كذلك تقريبا معتدلة تتراوح ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية. منتصف نهار يوم الغد بإذن الله رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أجواء معتدلة مستقرة، البحر خفيف إلى معتدل من 1 إلى 3 قدم. درجات الحرارة في معظم المناطق تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية. عبور السحب راح يستمر حتى مساء يوم الغد، وأجواءنا أيضا مستقرة، درجات الحرارة تتراوح ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية، والبحر خفيف إلى معتدل من 1 إلى 3 قدم، وأجواءنا مستقرة بإذن الله اليوم وباكر. البحر خفيف إلى معتدل، فترة هذه من فترات الفساد، المد الأول بإذن الله راح يكون الساعة 1:48 دقيقة صباحا، والمد الثاني الساعة 4:35 دقيقة مساء، والجزر الأول الساعة 9:35 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 9:38 دقيقة مساء. بينزل البحر فالجو زين، المواقيت بإذن الله. أذان الفير راح يكون الساعة 4:58، وشروق الشمس راح يكون الساعة 6:22، والمغرب الساعة 4:49 دقيقة، وباشر عدد ساعات النهار 10 ساعات و25 دقيقة. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، يرجع الهواء الكوس ابتداء من يوم الجمعة. بعد ذلك في يوم السبت في فرصة لمطر على بعض المناطق بإذن الله. يوم الأربعاء الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر إلى شمالية، سرعتها تتراوح ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، 22 العظمى والصغرى 14 درجة مئوية. ترتفع درجة الحرارة شوي، أجواء معتدلة راح تكون وملحوظة ابتداء من يوم الخميس ليوم السبت. الرياح خفيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، 24 العظمى والصغرى 5 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، الأجواء الخريفية دائما يكون فيها اعتدال خلال فترة النهار والبرودة خلال المساء، وتكون ملحوظة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر، لكن الأجواء الباردة ما تكون ملحوظة دائما إلا مع بداية موسم المربعانية في 5/12 درجة مئوية الصغرى المتوقعة. عبور السحب راح يقل في يوم الخميس، وأجواءنا راح تكون مشمسة بإذن الله. تعود السحب مجددا مع قلبة الهواء الكوس بين الحين والآخر، سرعتها تتراوح ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. السحب تبدأ بالتزايد تدريجيا في يوم الجمعة، 25 أجواء معتدلة خلال النهار، 13 درجة مئوية باردة خلال الفترات المتأخرة من الليل والفجر من حيث الصغرى درجات الحرارة. الكوس راح يستمر خفيف إلى معتدل، قد ينشط بين الحين والآخر في يوم السبت، سرعته تتراوح ما بين 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة. والبحر راح يكون خفيف إلى معتدل، يعلو بين الحين والآخر، ممكن يكون 2 إلى 5 قدم. راح نوافيكم معلومات أكثر عن يوم السبت وحالة الطقس فيه، لأن هناك فرص للسحب وأيضا فرص لأمطار قد تكون رعدية بين الحين والآخر. بإذن الله راح تكون أمطار متفرقة في يوم السبت، وراح نوافيكم معلومات أكثر في نشراتنا القادمة. درجات الحرارة معتدلة 24 درجة مئوية العظمى والصغرى 16 درجة مئوية، يقلب الهواء إلى الشمال الغربي، وتتراجع أيضا فرص المطر الخفيف اللي موجود ويانا في يوم السبت مع عبور السحب بين الحين والآخر.
سرعة الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 25 23 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، استقرار في الطقس راح يستمر ويانا لعدة أيام مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أجواءنا معتدلة خلال النهار، تميل للبرودة في المساء والفترات المتأخرة من الليل والفجر، تكون البرودة ملحوظة، والأجواء الشتوية بإذن الله أو البرودة تكون ملحوظة أكثر بإذن الله خلال فترة المربع عنية في تاريخ 5/12. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.